فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من الناس بعد وفاة أحد أقاربهم فإنهم يعلنون في الصحف، يقول كثير من الناس بعد وفاة أحد أقاربهم فإنهم يعلنون في الصحف أن من عليه دين أو له دين على قريبهم فليتقدم خلال شهر أو شهرين مع الإثباتات، وبعد مرور المدة فليس له حق في المطالبة. يقول هل هذا صحيح؟ إذا ما وفوك حقك تقدم إلى المحكمة والمحكمة تحضرهم وتفصل بينكم، هذه قضية خصومة. نعم.